مؤشرات مسجلات المؤشر عندنا او يسمونها الباونتر ريجستر. شنو هو الانديكس ريجستر؟ مسجل المؤشر او مؤشر الاعازات، وهو بطول 16 بت ويحتوي على قيمه، يحتوي على قيمه، يا قيمه قيمه الاوفست للاعاز التالي الذي ياتي دوره بالتنفيذ. اذن هو مسجل يمثل بطول 16 بت ويحتوي على قيمة الأوفست للإعازات التالي الذي يأتي دوره بالتنفيذ. بعدة أنواع، اللي هو عندنا الباس بوينترز بوينتر، وعندنا الاس بي اللي هو ستاك بوينتر، والاس اي سورس اندكس، والديستنيشن اندكس اللي هو خاص. عندنا النوع الخاص بالاتجاه، عندنا النوع الأول اللي هو البيس بوينتر، اللي هو شي يستخدم، يستخدم اللي هو كمؤشر القاعدة، يستخدم لإعطاء إزاحة، يستخدم لإعطاء إزاحة داخل مقطع المقدس الستاك. عندنا أما مسجل الـ SB هو اللي مثل مثلا شو مؤشر المقدس أو الستاك، هو بطول 16 بت وتقدم الأوفست، والذي إذا ارتبط مع مسجل الاس اس، إذا ارتبط وياه وين استاكر، يقوم بإعطاء الوورد المراد معالجته حاليا. إذن هو مسجل طوله 16 بت يقدم للأوفست اللي آن والتي والذي إذا ارتبط أو التي إذا ارتبط وياه من ومسجل الاس اس، رح أقوم بإعطاء عنوان الورد التي يتم معالجتها حاليا. وين عالجاني؟ بالستاك. وأيضا يمكن يستخدم كمؤشر في المقطع المقدس أو الستاك مع إعازات البوب والبوش، أنا أقدر كاستخدمه كمؤشر. النوع الآخر اللي هو الـ SI اللي هو Source Index، الفهرسة. هنا أنا شي يسوي هذا الـ Source Index؟ يستخدم كعنوان مصدر للبيانات المتسلسلة، ويستخدم كسجل إزاحة في مقطع البيانات. أما الـ DI فيمثل هو فهرسة الواجهة أو الاتجاه، يستخدم كعنوان ووجهة للبيانات، ويستخدم أيضا كسجل إزاحة في مقطع البيانات. هنا عندنا الـ SI والـ DI اثنيناتهم عندهم اشتراك أو أهمية، اثنينهم يخزنون فيه، يتم يعني بذن النوعين من الاندكس يتم فيهم خزن عنوان، هذا العنوان يدل على الإزاحة ضمن مقطع الإعازات المخزنة في الذاكرة. إذن يخزن بعنوان، هذا العنوان يدل على من على الإزاحة ضمن مقطع المعطيات أو الإعازات المخزنة في الذاكرة، ويستخدم لتأشير عمليات العنونة، ولا تستخدم في عمليات الجمع والضرب. عندنا نوع آخر هو الستيت اند كنترول ريجستر، عندنا من ضمنها هي الاي بي اللي هي انستركشن بوينترز، وعندنا الفلاج ريجستر من ضمنها، وايضا انواع اخرى. عندنا اول نوع اللي هو الاي بي انستركشن بوينترز، ذكرناه سابقا. هذا الاعاز او المؤشر هو شنو؟ يتضمن سجل، هذا السجل او المسجل يسجل يتضمن الاعازات الخاصه، او يتضمن قيمه الاوفست الاعازات التالي او المراد تنفيذها، او التي يمكن تكون موفذه بالوقت الحالي. مؤشر الإعازات والكوست سيجمنتيشن جمعهم راح يمثلوا لي العنوان النهائي الخاص بالإعازات القادمة. لما أجمع بين قيمة الاي بي والكوست سيجمنت، اثنيناتهم راح يمثلوا لي العنوان أو الإعاز النهائي. الفلاج ريجستر،
فلاج ريجستر هي شو تمثل؟ تمثل مسجلات خاصة. هاي المسجلات الخاصة تتضمن قيم، هاي القيمة عبارة عن 0 و 1، يعني بين القيم 0 و 1. هذا الصفر والواحد اللي عبارة عن بيت واحد، ويستخدم لفحص ناتج العمليات الحسابية والمنطقية. إذا عندي هذا فلاج، عدد من الفلاجات، هذه الفلاجات كل وحدة سوي لي عملية معينة، بس نعتمد حيطلع لي قيمة لو 0 لو 1، وكل وحدة تمثل حالة معينة. نأخذ الصفر لما يكون عدد الوحدات في الناتج صفر وزوجي، ويأخذ واحد عندما يكون عدد الوحدات فردي، وكفلاج ريجستر. طبعا عندنا هنا 16 فلاج، بس الشغلة الأساسية اللي راح نشتغل عليها هم 9 فلاجات. طبعا هذا مهم، هنا السي هو مخصصة بهذا العنوان، البي هي مخصصة بهذا العنوان، الاي مخصصة بهذا العنوان. هنا ضروري انه نحفظ هذا الجدول حتى انا من اريد اقيم اعرف انه جدي القيمه هنا القيمه مالته. هنا عندنا السي، طبعا هنا هاي الاكس اللي هي مواقع فارغه احنا ما استخدمتها وما شغلتها. هنا ادي السي تمثل لي هنا نقطه كاتبه لكم هنا الكاري. هنا عندنا البي هو الباوينترز البيرت العفو، وهنا ادي الاي، وعندي الزت هي تمثل الزيرو، الاس اللي هي الساين، والى اخره. نجي نشرح ما هي هاي الانواع مال الفلاجات اللي عندي انا، شنو هي مضمونها. عندي نوعين اساسيات من الفلاج، اللي هي اكو كنترول فلاج واكو ستيت فلاج. الكنترول فلاج هي ايش تتضمن؟ تتضمن بتات، هاي مجموعة البتات بامكان تمثل لي بواسطة المسجلات الموجودة راح تشير الى عملية معينة داخل السي بي يو. اول نوع هو الدايركشن فلاج. شنو هو الدايركشن فلاج؟ الدايركشن فلاج هو يحدد ان كان اتجاه العمل الى اليسار او اليمين، الى اليسار او الى اليمين من اتجاه العمل عند التعامل. اذا هو يحدد ان كان اتجاه العمل الى اليسار او اليمين عند التعامل في حالة مقارنة السترنج، او يمثل الفرق، او يمثل الفرق بين العمليات. طبعا هذا الفلاج ايضا شيء يدل على سير العمليات الحسابية، فعندما يكون واحد فان السلسلة تكون من العنوان اللي هنا، اذا كانت قيمته واحد اذا من بدأت؟ بدأت من الاعلى الى الادنى، بينما اذا كانت قيمتها زيرو راح تبدي من القيمة هنا، اذا من السلسلة تكون من الادنى الى الاعلى. عندنا الانترابت فلاج. شنو هو الانترابت فلاج؟ يشير هذا يسمونه فلاج المقاطعة. طبعا ضروري انه شنو هو الانتربت؟ الانتربت المقاطعة هي خدمة تؤدي الى عمل معين، عمل معين. فمثلا على سبيل المثال عندنا مقاطعة معينة على سبيل المثال الطياز 21 من احد خدمات العودة الى نظام التشغيل، او بحالة الضغط على الكيبورد، مفاتيح الكيبورد، اذا انا سويت تراب اللي هي مقاطعة. نجينا شنو هو الانتربت؟ العفو الانتربت تسوت هنا انتربت فلاج. يستخدم هذا الفلاج للإشارة إلى حالة السماح من عدمه لمعالجة مقاطعات. إذا يستخدم للإشارة إلى حالة السماح من عدم حتى عالج المقاطعات. ومن أمثلة المقاطعات هو الضغط مفتاح الكيبورد. طبعا هنا أدنى قيمتها يا اما 1 او 0. التراب فلاج. التراب فلاج هو يسمح بان يحول عمل المعالج من تنفيذ برنامج كامل الى تنفيذ خط. اذا يسمح بان يحول عمل البرنامج من تنفيذ برنامج كامل الى تنفيذ خط. على سبيل فعندما نريد تصحيح برنامج واكتشاف مواقع الاخطاء، يعني ادي برنامج بي ايرور، من اريد استخدم حتى انا اصحح الموجود اسوي عملية اتراب فلاج، انه اشيك اشيك انه اكو شيء، هل انه اكو مشكلة بهذا النظام المعين اللي عندي البرنامج، فاذا وتكون قيمته اذا موجود واحد اون، واذا زيرو هي اوف. زين هاي اللي اخذناها شنو خاصة بالفلاج.
ال كنترول فلاج. عندنا الستيت فلاج، هالستيت فلاج تشير المن الى عمليات رياضة، المن خاصه اذا الى العمليات الرياضيه والمنطقيه المنجزه بواسطه السي بي يو. على سبيل المثال الكيري فلاج، احنا كنا ناخذ كنا بالتصميم بالمرحله الاولى لما اني اجمع قيمتين، يعني لما اجمع باينري تطلع هنا عندي بعد الجمع او الطرح تطلع لي قيمه زايده، قيمه واحد، هاي الواحد يمثل عمليه كيري. هنا حيث من ممكن انه نعرفها بهالطريقه، تحتوي على بت، البت المضاف بعد الهاي اوفر ليفت. اذا هذا القيمة أو الناتج من عملية رياضية يحتوي على قيمة للبت الأخير، عملية تزحيف أو دوران، يعني هي القيمة النهائية الناتجة عندي. إذا أكو فإذا هي واحد، ماكو هي زيرو، نو كاري. عندنا الأوفر فلاو، الأوفر فلاو هو فرق التحميل، ويشير إلى حالة زيادة التحميل من خلال المقارنة البت الاخير اقصى اليسار، يعني للهاي، يعني هنا ياخذ البت الاخير، ياخذ البت الاخير هنا، فالناتج راح يعطي هنا، يعطي هنا هنا، اذا واحد اذا اكو اوفر فلاو، اذا زيرو انه اوفر فلاو. الساين فلاج، الساين فلاج للاشاره الى اشاره ناتج عمليه رياضيه او عمليه مقارنه، اذا كان واحد فهو نيجاتيف، واذا كان زيرو فهو البوزيتيف، يعني اذا كانت العمليه الرياضيه اللي انا هي موجبه او سالب، السالب يطلع لي واحد، الموجب يطلع لي قيمته زيرو. عندنا الزيرو فلاج، الزيرو فلاج يستخدم للاشاره لقيمه عمليه رياضيه وعمليه مقارنه، فإذا كانت قيمة الفلاج زيرو فالناتج هو غير صفر، يعني هنا هو زيرو إذا ماكو نوت زيرو، أما إذا كانت واحد فهو يمثل أكو زيرو. عندنا النوع الآخر اللي هو يمثل بالفلاج اللي يسمونه الأكسلريتي، الأكس هو يمثل الكير الداخلي، ويطبق فقط في حالة العمليات التي تتعامل مع 8 بت، وتسمى بالعمليات الرياضية الخاصة. إذن هو يمثل بمن؟ بالكير الداخلي، يطبق فقط في حالة العمليات التي تتعامل مع 8 بت وتسمى بالعمليات الرياضية الخاصة. شنو معناه؟ معناه إنه هذا الكيري، معناه الدي ان اخذنا سابقا الاي اكس متكون من مين؟ الاي اتش والاي ار، اذا هو راح يشتغل بالاي ار، اذا هو ياخذ بس 8 بت. عندنا البيرتي فلاج، البيرتي فلاج هو فلاج مخصص للبيرت، ويشير ان كان عدد الواحدات هو زوجي او فردي، فاذا كان واحد هو عدد الواحدات فردي، يعني إذا كان الواحد هو عدد واحدات فردي بي فالقيمة شقد؟ زيرو. وإذا كان زيرو هو عدد الواحدات الناتج زوجي، يعني إذا واحد هو عدد الواحدات عندي، إذا كان عندي واحد معناه فردي، وإذا كان عندي زيرو معناه هو زوجي. إذن هنا ويطبق على العمليات الثمانية بت أيضا، وجزء الموست رايت هم ضروري من عنده. شكرا جزيلا للإصغاء.